السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام اهلا بكم النهاردة فيديو الخياطة، وبعد طول انتظار عايزين نشوف النهاردة القطعة دي اخرها هيكون شكلها ازاي. طيب بصوا كده، مبدئيا هنبتدي مع بعض خياطة السجاف بتاع الرقبة اول حاجة. تمام، بسم الله بثبت الخياطة بتاعتي الاول اهو، ايدي تكون مظبوطة في الخياطة. لو انا لسه جايبة المكنة جديد ممكن اركنها لغاية ما اتمرن عليها. تمام اهو بالشكل ده، انا مخيطة على بعد 1 سنتي. طيب وقبل ما انقل لحاجة تانية لازم اعمل تفتيح في الخياطة عشان تكون مسيحة. هو انا جايبه المكنه عشان اركنها؟ لا، انت مش جايبه المكنه عشان تركنيها، بس لازم تتعلمي الخياطه الصح. تمام اهو، طبعا زي ما انا قلت اكون عامله اوفر واكون كاويه، كل قطعه هتبقى نغمه كده وانا بشتغل فيها لانها هتكون مريحه نفسيا وانا بشتغل فيها. خلاص ده كده السجاب. طيب هنا البنستين بتوع الصدر، انا افضل ان انت تكوني عامله ايه، مخيطاهم على ايدك الاول ابره وخيط عشان ما تلاقيش الموضوع فيه صعوبة. تمام، انا كل الحكاية اللي انا بعملها ان انا باخد القطعة الجزء ده على الجزء ده بس اهو اهو. تمام، عشان كده قلت لكم اي رسمة هنا لازم يكون لها رسمة قصادها هنا عشان تطلع مظبوطة، ما ينفعش ارسم من ناحية واحدة. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم اشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله سبحان الله. دي كده اول حاجه. تمام، خدتي بالك اهو، كل حاجه بعد كده مش هتحسي بيها. تمام اهو، واروح واخده دي كمان بنفس الطريقه بالظبط، لا توسع ولا تكبر ولا تصغر اهو. ان شاء الله تدبسيها الاول، تخيطيها سراجه الاول زي ما انتوا عايزين. خلاص كده، كده اصبح عملت ايه، البنستين بتوع الصدر اللي بيعملوا عبعبه يا جماعه. خشي بقى على البنستين دول بتوع الوسط اهو، ده اسمه تصريف بنسة مش بنسة. البنسة كانت هنا، راحت فين؟ اتطبقت. عشان تتطبق، هو احنا عملناها ليه عشان تتطبق؟ لا، هتلمي لك العبعبه كلها، هتشوفي كل ده بعد ما انهي القطع معايا. طيب ادي البنسة بتاعت الوسط، اي بنسة لازم تكون البنسة المقابلة ليها مرسومة، ما ينفعش نعملها كده بالنظر ونفتكر نفسنا يعني خلاص عشان ما شفنا لنا فيديوهين ثلاثة في كورس الاطفال يبقى احنا بقينا تمام. بصي كده القطعة اللي كلها جراحة، دي ايه الجراحة دي؟ هنشوف دلوقتي الجراحة دي سببها ايه وهتغير شكل الموديل ازاي. كده قطعة الامام اتوضبت كليا، ما عندكيش مكنة اعملي على ايديك، بس خدي بالك درس الرفة اللي طنشتوه وتعملتوا معاه لانه درس مش مهم، احب اقولك ان انت هترفيلي اي تانية وما اشوفش فيها خيط نهائي. تمام اهو كده انا خلصت القطعة الامامية، اركنها ما كنش اوعى تقلقي من حاجة ولا اي قلق ولا اي قلق، خش على اللي بعده. ادي الخلف، خد البنسة الاول اخيطها، الخلف عندي قطعتين. تمام، مش عايزه تخيطي البنسة اول، ممكن ايه تخيطي الجزء ده لو عايزه تقفليه، لو انت عايزه تعملي زراير، عايزه تعملي حاجه، انا ما اعرفش شكل الموديل اللي انت عايزه تعمليه. تمام، طيب بس انا بايه قلت لك ان ده الباترون الاساسي اللي على اساسه بنعمل اي قص. ادي البنسة بتاعت الخلف اهو، يعني اكيد هركب فستان، لو هنعمل فستان هركب فستان، نعمل فستان سواري فستان اي مناسبة هركب فستان اهو. تمام، دي كده بنسة الخلف. تمام،
كل حاجه تكوي. طول ما انت بتشتغلي لازم تكوي. انا مش باكل عشان انا صاحبه القناه براحتي يعني. تمام، لكن انتوا لازم تكوي. انا لو قعدت اكوي اعمل لكم يجي 30 فيديو وانا عايزه ايه يعني. براحتي برضه انا صاحبه القناه. انتوا تكوي معلش عشان شغلي كده صعب مظبوط اهو. بصوا بقى كده، واخد السجاف بتاع الخلف اهو تمام، واشتغل على 1 سنتي زي ما اتفقنا اهو. وزي ما عملت تفتيح في الامام بعمل تفتيح في الخلف، وقلنا فايدة التفتيح ده ايه؟ بيريح معايا الخياطة. خلاص ادي الخلف ما عملتش فيه غير البنسة والجزء ده تمام. طيب هركب برضو السجاف في الخلف هنا عشان نركب القطعتين في بعض. اخد بالي عشان الغلطة اللي بترتكبوها انك انت بتعكسي اتجاه، يعني مثلا ادي اتجاه البنسة فانا لازم اخيط كده، لا في ناس بتخيط بالعكس وتقول لك معرفش ليه لفت معايا. مقارنة مقارنة، اقارن يا جماعة اقارن اهو. يلا التركيب، بحط الجزء ده كده اهو. ادي الامام اللي متخيط، وبحط عليه قطعة الخلف بالشكل ده، وبحط عليه القطعة التانية، ولازم اختبر تمام اهو. لازم اختبر، يعني ايه اختبر؟ يعني الاقي ان انا عندي بنسة هنا والاقي ان انا عندي بنسة هنا في الجنب ده تمام اهو. زي ما حضراتكم شايفين لازم الابط يكون جاي على الابط بالشكل ده، نفس الحكاية الناحية التانية تمام اهو. طيب بصوا بقى انا هعمل ايه. هاخد السجاف او البطالة اللي قلتلكوا عليها 8 سنتي، فاكرين اهو لازم تبقى 8 سنتي قد بعض. وصلنا كده، وصلنا كده مع بعض اللي احنا بنقول عليه من اول الكورس اهو. لازم البطانه دي تكون قد البطانه دي بالشكل ده، لما خيطها اروح داخله على الكتف. خلاص اهو عارفين شغل على ميه بيضه كده زي ما بيقول، اروح داخله على الكتف الاقي كل حاجه مظبوطه. عندي خطوط بمشي عليها يا جماعه اهو، عندي الخط ده خط سيدي انا ماشي عليه اهو، شايفين؟ ليه يطلع عندي نص سنتي 1 سنتي؟ ليه بعد ما تعملي الخطوات دي تيجي في الواتس تقولي لي انا طلع عندي قطعتين زياده ولا 2 سنتي زياده منين؟ ما انا الشغل اللي انا عملته هو اللي انت هتعمليه، طلع عندك زياده يبقى الغلط من عندك انت اللي هتعيدي. ده باختصار يعني. بصوا الناحيه الثانيه اهي، دي البطانه ودي وده خط الكتف، انا ما طلعش معايا زياده، وفي 9 ما طلعش معاهم زياده، ففي واحده طلع معاها زياده، يبقى انت اللي غلطان. عيدي بقى اهو، ادي 8 سنتي البطانه قد بعض، وادي خط الكتف قد بعض، 1 سنتي قد 1 سنتي. ده اللي احنا لازم نطبقه طول الوقت اهو. قولي لي الغلط منين يا ام عبد الرحمن؟ هقول لك ايه، ما انا عملت الفيديو، انا كل اللي انا اقدر عليه عملته داخل الفيديو. الغلط المقص بقى قصيتي غلط، ما دبستيش عادي، اشتغلتي في اي وقت فطلع الشغل معاكي مش مظبوط تمام اهو. تمام كده بالشكل ده اهو. ما خدش خياطه خارجيه مشيمه غير وانا بعرف اخيط، ما تبوظوش الدنيا الهي السر. بمعنى ده كده عندي دوران، شايفين نضيف ازاي اهو. لو ما بتعرفيش تعملي مشيمه، يعني ايه مشيمه؟ يعني الخياطه اللي من فوق دي التجميليه ها، لا اكتفي انك تكوي، اكتفي انك تكوي. ولو ان لازم تتعلمي الخياطه عشان لما تيجي تدبسيها هنا او تثبتي الجزء ده على الاقل يبقى شكله حلو. في خياطه بتبوظ الدنيا والله، تبقى عامله مجهود والخياطه تبوظ لك الدنيا. طيب انا هنا هقفل الابط علشان مش عامله اكمام دلوقتي، انا دلوقتي لسه ايه بتمرن على الباترون. طيب تعالي هنا بقى نركز يلا ها، شوفوا بقى مفيش فواصل مفيش حاجه اهو، شايفين اهو.
ولا مل زيادة ولا هفوة زيادة، مفيش. طب وبالنسبة للي احنا خيطناه ده، هو ده ما كانش زيادة، ده ما كانش يأثر معايا البطرون ولا اي حاجة. ده البطرون تمشي ورقة وقلم يطلع لك مظبوط ورقة وقلم. ده خط النص جاي على خط النص، ده خط الابط اهو على الابط اهو، 1 سنتي اهو، والجزء ده كله قد بعضه. ده حتى علامة المسطرة اللي احنا واخدينها اهي على علامة المسطرة، امال ده ايه؟ ده البطرون. شفتوا بقى كده؟ طيب يلا بقى كده نخيط اهو، لان انا متوقع يجي لي سؤال ان البنسه دي اللي في تصريف البنسه ده ممكن يزود في الطول ولا اي حاجه، كل حاجه قدامك اهي. شيلي على 1 سنتي اللي اتعمل، ما هو طالما في 1 سنتي هنا و1 سنتي هنا يعني انت هتمشي مظبوط اهو. شايفين مفيش اي زياده في اي حاجه. لا لا، ممكن يكون الجنب التاني، ممكن يكون الجنب التاني في زياده ولا حاجه، لازم ايه نغلط؟ لا لازم. طب بصوا بقى الجنب التاني اهو، ادي عارفين حاجه، وادي. واحنا ليه ما عملناش عمق ال2 سنتي اللي كنا بنعملهم في الخياطه؟ عشان البنسه اللي انت عملتيها دي ريحت لك الجزء ده. صليتوا بينا على النبي. كنا دايما في الامام نروح ايه جايين 1 2 سنتي من هنا، واخدين 1 سنتي من هنا عشان ايه ما يرجعش لورا، ومش عارفين عشان العبعبه. البنسه اللي انت عملتيها هنا ريحت لك الجزء ده، ما بقاش فيها حته العبعبه، تمام؟ طيب اهو بصي بقى كده، ال1 سنتي اللي انا بمشي عليه خط الوسط اهو زي ما هو، تمام؟ وادي كل حاجه اهي اهي بالسنتي وبالمقدار، مفهوش خطا يا جماعه اهو، مفهوش اي اخطاء. جاكيت، تونيك، بدله، سواريه، عبايات، بلوزات، كل حاجه مظبوطه اهو. وده الفرق ما بين الملابس اللي بتبقى اقل جوده والملابس اللي انت بتشتريها غاليه من المحلات الغاليه. بتقولي اصل حاجتهم بتبقى مظبوطه، حاجتهم مظبوطه من كده، تفاصيل زياده الموديل يطلع باعلى جوده. يلا نكمل مع بعض الفيديو اللي بعده علشان نشوف البطرون رايح بينا على فين.